السلام عليكم. يمكن عدة أيام ما شفتكم أو قصر معكم، سامحونا. نحبكم في الله جميعا، كل رواد الصفحة. كنت في الكويت في زيارة قصيرة، ربنا أكرمنا هيك بشيء من الخير، محاضرة من هنا وزيارة من هنا وزيارة للأحبة. رايح على المسجد صلاة الجمعة الآن أنا، لأنه بطاريتي شو اسمه التليفون قصيرة، ممكن تقطع بأي لحظة. اضطريت أسجل وأرفع على الهواء. حبيت أسلم عليكم وأقول لكم تقبل الله طاعتكم، والأهم من ذلك جواد حابب يحكي لكم شغلة. جواد، إيش حاب تحكي؟ بس علي صوتك. حاب أشكر كل الناس اللي بيجاملوني ويعني إنه بيمدحوني إنه بصحة، وحاب أشكرهم. يا طب ليش حاب تشكرهم؟ شو اللي خلاك تشكرهم يعني؟ هم بيمدحوني. بيقولك؟ طب أنت لما حدا يحكي لك كلام يدعو لك مثلا، على سبيل المثال يقول لك الله يجعلك من الصالحين، ما شاء الله عليك، ذاك الشبل ومن ذا، هاي الكلمات اللطيفة، إيش بتحس؟ شو بتشعر؟ أنا بالراحة، أنا ما بعمل شيء صح. طيب ممتاز، بتحب تدعي لهم أنت كمان اللي بدعوا لك؟ شو تدعي لهم؟ كيف هذا؟ بدعي لهم بالتوفيق انه طول حياتهم انهم ما يمرضوا هلا. ايوه، خاصه طقس تعبان. بدعي لهم بالذات، هذول اللي بدعوا اكثرهم بيكون عندهم اولاد وبنات يمكن بعمرك، بدعي لهم الله يحفظ لهم اولادهم وبناتهم ان شاء الله. شكرا جزيلا، نعتز بكم جميعا، لا تنسوا دعائكم. السلام عليكم.